إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أفلح من زكاها، التي جاءت بعد قسم إلهي كبير متعدد، والله عز وجل يقسم بما يشاء، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن وصل إلى الآية السابعة قال: ونفس وما سواها، الآية السابعة، فألهمها فجورها وتقواها، الآية الثامنة. الآية التاسعة: قد أفلح من زكاها، الآية العاشرة الأخيرة، وقد خاب من دساها. ربنا قال: ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة، هذا هو المراد. ونفس وما سواها، أي خلقها مستقيمة سوية على الفطرة، والدين كله دين الفطرة، ولا يعرف النفس إلا خالقها. ربنا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله هو الذي يعرف كنه الإنسان، هو الذي يعرف أسرار النفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنفس إما أن نحافظ على استقامتها وفطرتها ونقائها وصفائها، ولكن بجهود معتبرة، بجهود متكاملة متكاملة من الأسرة، وهي المحضن الأساس للرعاية والتنشئة الاجتماعية. والإنسان أطول المخلوقات حضانة. هناك مخلوقات لا تحتاج إلا إلى لحظات، فتخرج من مرحلة الحضانة وتنتشر في الأرض وتبتغي رزقها بجهد منها لمدة لحظات قليلة، وبعض المخلوقات تحتاج إلى ساعات، وبعضها يحتاج إلى أيام قليلة. الإنسان يحتاج إلى سنوات. مدة الحضانة، حضانة الإنسان، طويلة. لما؟ من أجل تمكين الأسرة، من أجل تمكين الوالدين أساساً، من أجل زرع البذور والقيم والمبادئ التي تحفظ هذا الإنسان أمام جميع الإغراءات والهزات والزلازل والإكراهات
التي لا نحصيها عددا في دار الدنيا، بدليل قوله تعالى في الآية التاسعة: قد أفلح من زكاها. قد في اللغة العربية تعرب أداة تحقيق إذا جاء بعدها فعل ماض. قد أفلح، نجح، فاز من زكاها. هنا مكمن الامتحان، تمتحن الأسرة، تمتحن المدرسة، يمتحن المسجد، يمتحن المجتمع، يمتحن الإعلام، يمتحن الحكام، الجميع ممتحن طبقا للآية التاسعة من سورة الشمس: قد أفلح من زكاها. ولكن قبل هذه الآية نجد الآية الثامنة التي تقول: فألهمها فجورها وتقواها. إذن هذا الإنسان مهيأ لأن يكون صالحا إذا قامت هذه المؤسسات بواجباتها تجاه هذا الإنسان البريء، هذا الإنسان الذي ترافقه قرينة البراءة وترافقه صفة الكرامة، لقوله تعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان في آدميته فألهمها فجورها وتقواها. قال الإمام البوصيري: وخالف النفس، المراد النفس الأمارة بالسوء، وخالف النفس والشيطان واعصهما، عدوان كبيران للإنسان، مدمران للإنسان، معرقلان لمسيرة التربية والتزكية. إذن أعود إلى قول البوصيري: وخالف النفس والشيطان واعصيهما. أتدرون لما النفس؟ النفس هي السبب الأول في ارتكاب أول جريمة في الوجود، قتل قابيل لهابيل، أخوان شقيقان اختلفا. لا حرج أن يختلف الناس، لا حرج أن يختلف الإخوة والأخوات، ولكن استخدام هذا الأسلوب هو الذي يرفض نقلا وعقلا. قال: لأقتلنك. قابيل قال لأخيه هابيل بعدما وقع الاختلاف بينهما، قال: لأقتلنك. هكذا يحكي القرآن، ولكن هابيل أجابه قائلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الذي منع هابيل من الانتقام لنفسه خوف الله، الخوف من الله رأس الأمر كله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. ما هي مطهرات النفس للمحافظة على زكاة النفس؟ لا بد من القيام ما يسمى بالتخلية والتحلية، كلمتان تختزلان
العملية التربوية تخلية تحلية، تخلية عن الرذائل وتحلية بالفضائل، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس. فما هي مطهرات النفس من الأدران من الرذائل المختلفة؟ هي كثيرة، منها تقوى الله جل جلاله، فالخوف من الله رأس الأمر كله. لذلك جاءت أوامر الله تترى تأمرنا بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مستوى راقي، مستوى سامق، والمستوى الأدنى كما في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. والمؤمن التقي هو الذي يتأرجح يتردد بين مستويين على الأقل، بين المستوى الأدنى والمستوى الأعلى، إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويخاطب الله الناس جميعا، يخاطب الأسرة البشرية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إبراز للأصل المشترك لبني البشر لبني الإنسان. تقوى الله أكبر مطهر للنفس وأكبر مزكي للنفس. التزام العبادات المختلفة من مقاصد العبادات ومن ثمراتها تزكية النفوس، على سبيل المثال ما قاله ربنا في سورة البقرة في الآية 183: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، النتيجة لعلكم تتقون. وفي أمر الصلاة قال ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادات تضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة، ترافقه باستمرار. وكذلك ملازمة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتأملا وتفكرا، فهذه من مطهرات النفس البشرية. لا يعرف النفس إلا من خلقها، والبيان القرآني هو الوصفة الوقائية العلاجية للإنسان مهما كان هذا الإنسان. فأعرف الناس بالإنسان هو رب الإنسان جل جلاله. وكذلك ملازمة الرفقة الطيبة، الرفقة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء، وكلمة المرء تنصرف إلى الناس جميعا، لا تنصرف إلى الصغار، لا تنصرف حتى إلى الكبار أيضا. فكلنا في حاجة ماسة إلى هذه الصحبة الطيبة التي تذكرنا بالله، التي تذكر وإن نسينا، التي توقظنا إن كنا من الغافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك من مطهرات هذه النفس من جميع الأدران النظر، التدبر، التفكر في الموت والنظر في الآخرة. أحاديث كثيرة قارن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأننا إذا تفكرنا الموت، الموت هادم اللذات، الموت هو واعظ بصمت، واعظ صامت، كلنا إلى ذلك المصير. والموت بداية الرحلة، رحلة الخلود. سنعيش أبد الآبدين في دار القرار، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول على سبيل المثال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما يذكرنا باليوم الآخر، لأن الإيمان بالآخرة، ونكرر ذلك باستمرار، الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. فنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. وربنا قال في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء، والآية وهي الآية 281 من سورة البقرة، يقول ربنا جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى تزكية أنفسنا. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الستر وحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.